أنا من زمان بعيد جدا، يعني منذ الثمانينات أذكر مرة أني قرأت حديث صحفي لقائد إحدى الطرادات الفرنسية، تكلم فيه بشكل واضح. من ذلك الحين أنا ظلت مطبوعة في ذهني القضية هذه، أنه القطع البحرية الكبرى في عالم اليوم العسكرية هي لا تقوم بعملية عسكرية فقط، هي تقوم بمهام دبلوماسية أيضا مباشرة. وهو جاب مثل، قال أذكر مرة هو يتكلم أنه صارت مشكلة في الصومال حول رعاية فرنسيين ومطاردة لهم ومدري إيش كذا، فقمنا زرنا مقديشو على البحر عاصمة الصومال، زرناها بالطراد الأمريكي الفرنسي أو حامل الطائرات الفرنسية ما أذكر بالضبط، زرناها ونزلنا مجرد زيارة ودية وكذا وانتهت المشكلة. مجرد مجيئنا للمنطقة كان بمثابة رسالة، زيارة ودية عادية بروتوكولية، مجرد مجيء القطعة البحرية الفرنسية للمنطقة كان بمثابة رسالة فهمتها الأوساط المعنية، انتهت المشكلة. القصد من هذا أنه القطعة البحرية الكبرى واللي هي لها طابع عسكري ضخم، كأن تكون حاملة طائرات أو غواصة نووية أو أي شيء آخر، عندما تصل إلى أي منطقة فهي توصل رسالة معينة، وخصوصا عندما يتم الإعلان عنها. يعني مثل ما قلت حضرتك في المقدمة، هذه الغواصة بالذات الـ USS West Virginia لها ميزة بأنها غواصة صامتة تتحرك بسرية شديدة، لا يعرف مكانها ولا تضبط مكانها أبدا، وهذا هو واحدة من ميزاتها. إذا كان بإمكانها أن تأتي وترحل من المنطقة دون أي ضجة، لكن كان المقصود جدا أن كوريل لا يذهب إلى زيارتها قائد المنطقة الوسطى، وتعلن هذه الزيارة رسميا، وحتى تذكر في وسائل الإعلام الأمريكية A very rare visit، زيارة جدا نادرة لهذه الغواصة وإعلان نادر عن وجودها أيضا. إذن المقصود فيها هي إيصال رسالة في تلك المنطقة. لمن الرسالة؟ الرسالة الحقيقة متعددة الأطراف مثل ما ذكرت حضرتك. أول المعنيين بهذه الرسالة هو إيران، وهذا يعطينا فكرة مهمة جدا عن القضية، وربما يستغرب الكثير من الناس في الشرق الأوسط أو حتى في العراق، طبعا بالعراق بالذات، أنه شمعنا هسه يعني إيران هي في حالة عداء بل وفي حالة استفزاز للجانب الأمريكي منذ سنوات، وليس خفيا أبدا عنا الهجمات اللي يقوم بها الجماعات المنتمية لإيران في العراق على سبيل المثال، على المعسكرات الأمريكية في العراق في عين الأسد أو في أربيل أو في مناطق أخرى، قصف ضرب، السفارة الأمريكية في بغداد تعرضت أكثر من مرة لقصف ضرب إلى آخره. كل هذا لم يبدو أنه مثير كفاية للاستفزاز أو للاهتمام من الأمريكان أنفسهم مثل ما يحصل الآن. يعني أمريكا قصفت سفارتها في بغداد، قصفت معسكراتها في العراق، قصفت كذا، هناك عمليات أيضا تحرش واضحة بالأمريكان في سوريا أيضا، هذا كله لم يأتي إلى أو لم يعتبر استفزاز كافي لأمريكا لكي ترسل غواصة نووية في تلك المنطقة لتهديد إيران. الآن عندما أقدمت إيران على تزويد الجانب الروسي بطائرات شاهد اللي أدت غرض مدمر ناجح في الفترة الأخيرة في داخل أوكرانيا، اعتبرت هذه القضية قضية مستفزة جدا للأمن القومي الأمريكي، مما أدى إلى إرسال غواصة نووية كنوع من التهديد الغير مباشر للجانب الإيراني. فهذا يعطيك فرصة عن الأولويات الأمريكية اللي طالما تكلمنا بها، وأنا وأنت بالذات في هذا البرنامج قلت فيها أن الشرق الأوسط لم يعد أولوية أساسية يا جماعة بالنسبة للأمريكان، حتى عندما تستفز الجانب الأمريكي مباشر يعتبر الأمريكان الآن الإضرار بهذا الشكل الواضح والبين في الجبهة الأوكرانية الروسية أكثر إزعاج وأكثر خطر وأكثر استدعاء للأمن القومي الأمريكي من ضرب مصالح أمريكية مباشرة في الشرق الأوسط في العراق أو في سوريا. يعني هذه نقطة جدا مهمة طبعا، والرسالة الأمريكية أيضا رسالة لعدة أطراف في المنطقة ليست فقط الإيرانيين، أنه إحنا موجودين، لا يستهين أحد بنا ويعتبرنا راحلين ويعتبرنا منتهين رغم أنهم راحلين فعلا، ويبدأ يأخذ قرارات مضرة كثيرا بالجانب الأمريكي وبالجانب الدولي العام على صعيد النفط أو على أصعدة أخرى. إحنا موجودين، ينبغي أن لا يهمل الجميع وجودنا أو لا يعتقد الجميع أنه مرورنا سهل
والمشي فوق مصالحنا قضية سهلة بالنسبة لكل عواصم المنطقة.